المركز الانتخابي ابن رشد الذي يعتبر من أكبر المراكز في بلدية ورقلة، حيث يحتوي على 6130 ناخب، بالنسبة للرجال 3841، بالنسبة للنساء 2281. يحتوي المركز على 60 مؤطر بين رؤساء المراكز وأعوانهم، وقد وفرت كل الوسائل البشرية والمادية لإنجاح هذا العرس. عملية الاقتراع هذه راح تتم في بسيرورة سلسة والحمد لله يا ربي، والشباب والمجتمع المدني قائم في هذا قائم في هذه اللحظات بعمليه الاقتراع بقوه. في صناديق الاقتراع نلاحظوهم احنا ان راهم كما نقولوا مقبلين على صناديق الاقتراع بقوه. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي لصالحه ربي، ان شاء الله يوصلوا لنا لوليداتنا والمؤمنين الكل، ربي بقي علينا السر ان شاء الله. وان شاء الله تحيا الجزائر دائما حتى اليوم الدين يا رب العالمين.